ينضم إلينا محلل أسواق مالية في إيكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن العملات الأجنبية وأسعار النفط. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذن يعني من المتوقع أن يكون هنالك العديد من التحركات لأسعار العملات تحديدا مع الترقب الواضح لاجتماع الفيدرالي الأمريكي وأيضا بعض المعطيات التي أثرت على أداء الأسواق. كيف هو أداء الدولار المتوقع خلال الفترة المقبلة؟ صباح الخير. كما نرى في الأسواق المالية لهذا اليوم هنالك تباين واضح في أداء العملات مقابل الدولار الأمريكي، وبالفعل كما تفضلت نحن في انتظار أي مستجدات قد تصدر من البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع المقبل والأسابيع المقبلة، لكن تحديدا لهذا اليوم ينتظر المتداولون قرار البنك المركزي الأوروبي، حيث سيصدر القرار ثم سيعقد البنك المركزي الأوروبي المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 3:30 بالتوقيت المحلي، وهذا ما يجعلنا نرى السبب الحقيقي وراء الضعف الذي يشهده اليورو مقابل الدولار، بينما الجنيه الاسترليني يشهد بعض الارتفاع، وهذا ما يعكس تباين في أداء الدولار مقابل سلة العملات. فالعالم حاليا يراقب توجهات البنوك المركزية. بنك اليابان هذا اليوم خفض توقعاته الاقتصادية بالنسبة لهذه السنة، مما يستدعي توقع إبقاء سياسات تحفيزية كبيرة. البنك المركزي الأوروبي اليوم نتوقع بأن يثبت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عبر التاريخ، هذا ما يبقي على اليورو في ضعف، بينما بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا من المحتمل أن ترفع الفائدة خلال الأشهر المقبلة، والفيدرالي الأمريكي من المتوقع أن يرفع الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2022. وبالتالي هذا يفسر سبب التباين في أداء الدولار مقابل سلة العملات لانتظار هذه المستجدات. نعم، ماذا عن يعني السلبية من بيانات السلع المعمرة؟ يعني لاحظنا هناك تفاعلا أيضا من مؤشر الدولار حول هذه البيانات، ما أهمية هذه البيانات وكيف تم التعامل معها يعني في سوق العملات تحديدا؟ بالفعل يوم أمس صدرت بيانات طلبيات السلع المعمرة وأظهرت انكماش مقداره 0.4 نقطة مئوية. هذا الانكماش كان متوقع أن يحصل انكماش أكبر منه، لكنه بحد ذاته يظهر بأن هنالك ضعف في الاستهلاك. وأضيف على هذه البيانات أيضا بيانات أظهرت ارتفاع كبير في عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة الأمريكية، كلها بالتأكيد كان لها تأثير على الدولار الأمريكي، لكن كيف كان التأثير؟ نعم. هذا التأثير انعكس مباشرة على شهية المتداولين، مما تسبب في عمليات جني أرباح في أسواق الأسهم، وعندما تحصل عمليات جني أرباح نشهد الدولار الأمريكي يستقبل طلب، لأنه الذين يجنون الأرباح من أسواق الأسهم يعيدون طلب الدولار، فتأثر الدولار إيجابا بشكل محدود في هذه البيانات الاقتصادية التي اعتبرت نوعا ما سلبية، وذلك بسبب التوجه لإقفال المراكز المالية. نعم، ماذا عن المعدن الأصفر؟ أين يقع يعني ضمن هذه المعطيات وحالة الترقب لبيانات وأيضا يعني الاجتماع المرتقب الجمعة المقبلة؟ يعني كيف تأثر المعدن الأصفر الذهب، وهل نتوقع المزيد من الارتفاعات فوق مستويات 1800 دولار للأونصة الواحدة؟ الآن يتداول سعر الذهب فعليا حول 1800 دولار للأونصة، وهذا الارتفاع حصل مرافقا لانخفاض ملموس في عوائد السندات الأمريكية. أذكر هنا سندات أمد استحقاق 10 سنوات التي انخفضت عوائدها من 1.7 إلى 1.5، وهذا الانخفاض حفز الطلب على المعدن الثمين. هنالك مؤثرات أخرى في الذهب وهي توجهات البنوك المركزية عالميا. لاحظنا بنك اليابان، ومن المتوقع اليوم البنك المركزي الأوروبي فعلا السياسات التحفيزية، وسياسات التحفيز في البنوك المركزية فعليا تؤثر إيجابا على أسعار الذهب، لكن الارتفاع الذي شهده الدولار الأمريكي بشكل عام مقابل سلة العملات يحد نوعا ما من الارتفاعات في أسعار الذهب. شفنا أسعار الذهب ارتفعت سابقا إلى 1813 ثم عاودت انخفاضها خلال هذا الأسبوع لمستويات تحت 1790 دولار في الأسواق المالية العالمية، واليوم عادت لتتداول حول 1800. من هنا نلاحظ بأن أسعار الذهب تتداول ضمن نطاقات محدودة نسبيا، واليوم تحديدا أيضا أضيف على كل المستجدات من البنوك المركزية نحن في انتظار بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، والذي من المتوقع أن يظهر تباطؤ في النمو الاقتصادي من 6.7 للربع الثاني إلى 2.6 للربع الثالث، وهذا أيضا ما قد يكون له تأثير على تحركات أسعار الذهب بالنسبة لهذا اليوم. نعم، أستاذ سركيس، يعني بالعودة إلى الاجتماع الفيدرالي الأمريكي، ما هي التوقعات حول نتائج هذا الاجتماع؟ هل سنبقى ضمن تثبيت أسعار الفائدة في ظل يعني معدلات التضخم، وكما تحدثت أيضا عن معدلات النمو، ما هي التوقعات في الأسواق حول الاجتماع تحديدا؟
الآن إذا انتظرنا اجتماعات الفدرال الأمريكي فتشير التوقعات بالفعل أن الفدرال سيثبت أسعار الفائدة على الأقل حتى النصف الثاني من عام 2022. نعم. رغم ارتفاع التضخم وهو ما تركز عليه الأسواق المالية حاليا، إلا أن الفدرالي حاليا لا يود المخاطرة كثيرا برفع أسعار الفائدة، لأن رفع أسعار الفائدة قد يعثر النمو الاقتصادي. لكن ماذا سيفعل الفدرالي؟ سيبدأ حقيقة على الأرجح بتقليص شرائه للسندات، وشراء السندات هي خطة تحفيزية اتخذها الفدرالي أثناء جائحة كورونا من أجل ضخ سيولة تعادل 120 مليار دولار شهريا. والفدرالي الأمريكي ربما سيبدأ فعليا بتقليص هذه البرامج اعتبارا من الشهر المقبل، ويكون التقليص بشكل تدريجي. نعم، محلل أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا لك على كل هذا الشرح الوافي.